التليفون الدكتور طارق شوقي رئيس المجلس التخصصي للتعليم والبحث. دكتور طارق مساء الخير. مساء النور يا فندم. اهلا بحضرتك. عايزين نعرف تفاصيل اكتر عن هذا الاجتماع. والله زي ما حضرتك وصفت وكان لقاء جميل جدا نظمه طبعا معالي وزير البحث العلمي الدكتور شريف حماد ورئيس أكاديمية البحث العلمي الدكتور محمود صقر، وعزموا مجموعة كبيرة من شباب العلماء من أكاديمية شباب العلماء اللي الرئيس الحقيقة فتح لهم صدره لمدة طويلة قرابة ساعة ونص، واستمع ليهم بإنصات شديد وشاركوه في كل الأمور اللي هم قلقانين بخصوصها، وطرحوا أفكار جميلة جدا وزي ما حضرتك قلت واستجاب ليها مباشرة بضرورة إن احنا نعمل مدارس للمتفوقين على غرار المدارس اللي ابتديناها فعلا اسمها STEM schools أو مدارس لتدريس العلوم والرياضيات وناجحة جدا. الرئيس أشار إلى أو أمر إن هي تتكرر في كل المحافظات. طبعا وجودي أنا شخصيا وبعض زملائي في الاجتماع ده كان لهدف التنسيق بين المجالس الاستشارية كلها وبين كل ما يحدث في عالم التعليم والبحث العلمي، فده كان لقاء مفيد لنا جدا. والشباب الحقيقة جم بأفكار من أول نوادي العلوم لاستراتيجيات البحث العلمي للعلاقة بين الصناعة والبحث العلمي لكيفية تدريس العلوم في المدارس، يعني كمية من الحماس والابتكار عالية جدا، وبالتالي احنا يعني هنشتغل معاهم وكلهم متحمسين لخدمة الأمور دي. طب ده الكلام ده كلام جميل جدا، بس هل سيطبق على أرض الواقع يا دكتور؟ والله بص اللي احنا شايفينه من سيادة الرئيس خلال الشهرين ثلاثة اللي فاتوا اللي احنا تعرفنا عليه فيهم هو إرادة سياسية قوية جدا وقدرة على التنفيذ سريعة للغاية، يعني اللي هو بيقوله ده بيحصل بعدها مباشرة، وهو قرر قرارات كثيرة أخرى برضو متهيألي هيعلن عنها خلال أيام كلها في خدمة العلم والتعليم والبحث العلمي، يعني اهتمامه شديد جدا ببناء الإنسان المصري. فإحنا الحقيقة كلنا يعني عندنا ثقة كبيرة وحماس شديد من اللي احنا شايفينه، وكل الأفكار الحقيقة اللي احنا عرضناها كمجلس تخصصي واللي شفت النهاردة شباب العلماء بيعرضوها لاقت منه ترحاب وأعطلها الضوء الأخضر وكلف الناس بمباشرتها على طول. فالمتابعة وسرعة اتخاذ القرار والإرادة اللي احنا شايفينها منه كلها تدعو إلى الطمأنينة الحقيقة يعني. طب بالنسبة لإنشاء مدرسة للمتفوقين في كل محافظة، هل ده كان اقتراح منكم ولا يعني من الرئاسة؟ والله لا، هم اللي فتح الموضوع ان الشباب العلماء كانوا بيقولوا له ان احنا مفروض نعمل جهد اكبر في تدريس العلوم وتحبيب الاطفال من سن مبكرة جدا، لان العلوم ما بتدخلش التدريس الابتدائي قبل سنة رابعة، فكانوا بيشكوا ان الطفل مفروض نلقطه بدري عن كده سنة أولى وتانية وتالتة نعلمه التفكير المنهجي التفكير العلمي. فده اللي فتح الموضوع، وسيادة الوزير دكتور شريف حماد قال ذكر موضوع مدارس المتفوقين اللي طبقناها في تجربتين ناجحتين جدا في القاهرة. دي اللحظة اللي الرئيس قرر انه تمام. لا يكفي انها تكون في القاهرة بل يجب انها تكون في كل محافظة. نعم، اشكرك شكرا جزيلا دكتور طارق شوقي رئيس المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي.